بس اللي هتسيبه في النص كده اديله كلمتين حلوين. ده جاهز؟ جاهز. يلا بينا. الصورة الأولانية هنبتدي، بس خليني قبل أشرح لحضرتك اللي انا شفت حلقات من البرنامج تمام كويس وعارف اللي انت شفته، يبقى انت عارف ما تعداش كده بقى، عايزين اف حلو وكنت اخرها حلقه اينو اينو امبارح ابن الذين ده دمه خفيف زي العسل. الكابتن ثابت البطل ولا الكابتن عادل هيكل؟ هتختار مين يكمل معاك؟ ده كابتن ثابت، مع طبعا احترامي الشديد للكابتن عادل ونصايحه الكتيره اللي كان بيديها لي رحمه الله عليه، رحمه الله عليهم الاثنين، بس انا طبعا ثابت ده هتكلم عليه بعد ماشي بعد تمام. الفقره. يبقى كابتن احمد ناجي اختار الكابتن ثابت يكمل معاه. نروح نشوف الصوره اللي بعد كده، ادي الكابتن ثابت اللي بعده، يلا بينا. الكابتن ثابت ولا الكابتن اكرامي؟ لا كابتن ثابت طبعا، اكرامي عظيم افريقيا ومن احسن حراس اللي جابتها افريقيا ووحش افريقيا، لكن انا هكمل مع كابتن ثابت. الكابتن ناجي اختار الكابتن ثابت البطل يكمل معاه، ونقول للكابتن اكرامي شكرا. نروح للصورة اللي بعد كده، اتفضل. الكابتن ثابت ولا نادر السيد؟ طبعا الكابتن ثابت، ونادر طبعا من الجيل الجديد ومن الناس اللي انا دربتهم، وشخصية متفتحة جدا وعقلية احترافية عظيمة، لكن انا هختار الكابتن ثابت. كابتن نادر شكرا، والكابتن ثابت هيكمل معانا، اتفضل. الصورة اللي بعد كده، يلا بينا. الكابتن ثابت مكمل معانا الله يرحمه. الكابتن ثابت ولا شريف اكرام؟ طبعا الكابتن ثابت، الكابتن شريف اكرامي لو سالته انا ولا الكابتن ثابت هيقول الكابتن ثابت. بنقول للكابتن شريف اكرامي شكرا، والكابتن ناجي هيكمل مع الكابتن ثابت. يلا بينا الصورة اللي بعد كده، اسرع شوية يا جماعة. الكابتن عبد المنصف ولا الكابتن ثابت؟ طبعا الكابتن ثابت، لكن انا بحيي عبد المنصف جدا على اصراره وكفاحه وانه موجود في الملعب بجودة عالية جدا لحد دلوقتي، لكن اللي هيكمل معايا الكابتن ثابت. والله عبد المنصف احنا بنشكرك على الوقت اللي ظهرت معانا فيه، هنكمل مع الكابتن ثابت. اللي بعد كده اتفضل. الكابتن ثابت ولا الحضري؟ الكابتن ثابت هيكمل معانا، مع طبعا الحضري جزء من حياتي وانا جزء من حياته، لكن طبعا المقارنة بين الكابتن ثابت والحضري مقارنة ظالمة جدا، لأن الكابتن ثابت علم الحضري حاجات كتير قوي. دي حقيقة، دي حقيقة. والله يا حضري احنا بنشكرك على الوقت برضو اللي قضيته معانا، والكابتن ناجي هيكمل مع الكابتن ثابت. اللي بعد كده، الشناوي ولا الكابتن ثابت؟ نفس شريف، يعني نفس شريف، لو انا جبت الشناوي يختار هيختار الكابتن ثابت، لانه استاذه ومعلمه، وبالنسبه لنا الكابتن ثابت ده حاجه كبيره قوي، هيكمل معانا الكابتن ثابت. الله يرحمه الكابتن ثابت. والله الشناوي برضو احنا يعني مش عارفين نقول لك ايه والله. قبل كابتن ثابت البطل، هو بطل وعايش في وجدان كل الاهلاويه، وهيفضل طول عمره بطل. خلص الصور، خلص الصور، عشان كده الكابتن نتكلم بقى ثابت عن البطل الكابتن ثابت. هيكمل او كمل معاك. مش الكابتن ليه اخترت ثابت، وقرارك واضح من اول حلقه مع الكابتن ثابت؟ الكابتن ثابت علمني يعني ايه المواجهه، يعني ايه ان انا اواجه، يعني ايه ان انا اكون اقول رايي بصراحه، ما تواراش، ما جملش الكلام، وفي نفس الوقت ما جرحش حد. يعني لو عايز اقول لمدرب رايي اقوله بمنتهى الحياء، وممكن يكون في تورية، يعني مثلا لو عايز أقول رأي ممكن أجيبها في صيغة سؤال أو في صيغة استفسار، يعني يبقى فيه الكبير كبير. النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ أنزلوا الناس منازلهم. فالمدير الفني ده ليه احترامه، هو كده ثابت. فثابت ثابت وبطل وراجل، واخر يوم عاشه في حياته انا عشته معاه كله من اوله لاخره. فاكر كان عندنا الزمالك وكنا معسكرين في 6 اكتوبر، وهو رفض تام انه يروح. انا فاكر قعدنا 6 ساعات مع بعض انا وهو بنتكلم في كل حاجه في الحياه، وطلعنا الاتوبيس. طبعا التمرين الخفيف انا ما بعملش فيه حاجه طول عمري، عشان برضو انا بقعد اتفرج على التمرين. قعدت معاه في الباص، جبنا وش الباص كده في الملعب، انت عارف الملعب فاهم.
وكان تعبان جدا 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 لدرجه منو اللي قال له روح، لدرجه ان انا دلوقتي يعني هو ميت زي النخل واقف، واخر كلمه سمعتها منه في الله يرحمه، خلص الماتش واحنا واحد الله واحد الله ربنا يرحمه كسبانين 3 و قلت له كيف سبت احنا كسبانين 3 الحمد لله، قال لي احمد كله محصل بعضه كان خلاص عارف انه رايح لدار الحق. والانسان بيحس يا كابتن نجم، هو كان حاسس لانه قبلها كان تعب قوي، يعني انا كنت بقعد معاه في الاوضه يمكن ساعتين او اكتر عشان كان جسمه خس قوي دي حقيقة، وعايز يبان للناس ان هو قوي، فكان بيلبس حاجات تقيلة تحت اللبس ما هو لبس الجاكيتين وبطانية عشان يبان اللي هو وحش عشان الناس زي ما هو تفضل شايفها شكله قوي قوي، هو مات قوي، فعشان كده هو ثابت البطل اللي محدش هزمه في اي حته في اي دي وقت. حقيقة دي حقيقة. كابتن ناجي الوقت بيجري معاك جدا، وطبعا ذكرى ما نقدرش ابدا ننسى الكابتن ثابت البطل، واحد من اعظم ومن اجدع ومن ارجل الشخصيات اللي انا كمان عملتها في حياتي، حقاني قوي كلمته واحده، ما فيش حاجه اسمها نجم عندي، الكل سواسيه، بنى حاجات العدل اللي تخليك تحقق بطولات وهو موجود، مواجهة رغم اللي مانويل شخص قوي ما بيسمحش لحد يتدخل، لكن الوحيد اللي قدر يتدخل مع مانويل ويكسب ثقه بعض من احترامه وبيحمي الراجل بشكل قوي هو الكابتن ثابت الله يرحمه.